رياضي ميار شريف بنتنا لاعبه التنس المصريه لا زالت تصنع التاريخ. يوم الثلاث قدرت تسجل اسمها كاول مصريه بتفوز بمباراه في الادوار الرئيسيه في احدى البطولات الاربعه الكبرى للتنس الجراند سلام بفوزها على الفرنسيه كلوي باكيه في الدور الاول من بطوله استراليا المفتوحه. فازت ميار اللي عندها 24 سنه والمصنفه حاليا 131 عالميا على باكيه المصنفه 187 عالميا بنتيجه 7-5 و7-5 في ملبورن. ميار قالت ان الفوز كسر عندها حاجز نفسي بعد خسارتها السنه اللي فاتت في بطوله فرنسا المفتوحه. تلتقي ميار في المباراه القادمه مع سلوفينيا كاجا جوفان اللي فازت بعد انسحاب المصنفه 13 البريطانيه جوانا كونتا بسبب الاصابه.